تحت رعاية معالي السيد وزير التشغيل والضمان الاجتماعي احتضن نزل إذن سيدي بالعباس فعالية الملتقى الجهوي لناحية الغرب المنظم من طرف الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء حول الوقاية من السرطانات المهنية بالشراكة مع الجمعية الجزائرية لتب العمل تحت شعار تحديد السرطانات المهنية خطوة نحو الوقاية منها. تحت رعاية السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ملتقى جهوي وذلك بالشراكة مع الجمعية الجزائرية لطب العمل. هذا الملتقى الجهوي هو حول الوقاية من السرطانات المهنية تحت شعار تحديد السرطانات المهنية خطوة نحو الوقاية منها. يهدف هذا اللقاء الذي يجمع مختلف أطراف الفاعلة في مجال طب العمل إلى تبادل الخبرات والتحسيس بأهمية النشاطات الوقائية في الحفاظ على صحة وسلامة العمال. وذلك تم من خلال هذا الملتقى تسليط الضوء وتحديد الأسباب المؤدية إلى السرطانات المهنية والوقاية منها، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال إلى جانب التحسيس بأهمية النشاطات الوقائية في الحفاظ على صحة وسلامة العمال بمحيط العمل. حاب يقول كل الأمراض المهنية وخاصة السرطانات المهنية نقدر نتفاداوها. كيفاش نتفاداوهم؟ وميتون أون بلاس لي ميزور ديجيني سيكوريتي اللي هما تحت مسؤولية رب العمل. نرجع لحاجة مهمة، أن في الجزائر القوانين تاعنا والتشريعات تاعنا تحمي حماية كاملة للعامل. الإشكال في التطبيق. سي بور سا كو يا سينيرجي بين لي كونترول تاع لا كلاس، بين لانسبكسيون دو ترافاي، بين لي زومبلويور، بين لي ميديسان دو ترافاي، الي في دو بروتيجي العمال تاعنا. سي او كي برودويز لا ريشيس. Pour l'entreprise et pour le pays. Et on doit protéger, c'est une obligation légale et morale, les travailleurs dans le cadre de leur travail.